عليكم. اليوم نروح الى ولايه عين تيمشنت لنقف على تجربه رائده مدمجه ما بين النشاطات الفلاحيه ونشاطات تربيه الاسماك في الاحواض نتاع السقي نتاع المساحات الزراعيه. اذا فيه تجربه رائده وناجحه جدا، زادت من الانتاج نتاع المساحات الزراعيه نتاع الفواكه والخضر باستعمال الفضلات نتاع الاسماك، وكذلك يعني الاحواض، لان الاحواض فيها اسماك ويتم التجديد للاحواض يعني بالتوازي مع عمليه السقي نتاع هذه الفضاءات الزراعيه. تجربه ناجحه 100%، يرجو والرجاء يعني تعميمها في كل ولايات الوطن. نخليكم تتابعوا الفيديو حول إنتاج الأسماك وتربيتها وكذلك إنتاج الفواكه والخضر في ولاية عين تيمشنت. والسلام عليكم. على مساحات شاسعة ووسط أراض فلاحية خصبة أنشئت هذه الأحواض الخاصة بتربية الأسماك المدمجة مع الفلاحة بتقنيات حديثة، إذ تتوسط هذه الأحواض أقفاص عائمة ليكون هذا المشروع ببلدية حاسي الغلة بولاية عين تيمشنت أحد أكبر المشاريع بالجزائر. هذا المشروع هذا في واحد العشرة تاع ليكاج فلوتونت، وكل وحدة فيها ترفد 3 طن، هي زعما 30 طن 30 طن في كل حصيلة ولا موسم. ثم هي على كل حال كنديروا جوج مواسم دير 60 طن في العام. مستثمرة فلاحية بمساحة تقدر ب 170 هكتار، أحد أبرز النماذج الفلاحية الناجحة، إذ يطمح المستثمر إلى إضافة حوض رابع قيد الإنجاز يضمن من خلاله تربية الأسماك وتوفير مياه للساقي أعطت مفعولها على المردود الفلاحي. قبل كنا دايرين الحوض دايرينه بدون هذا الليكاج، والحق تاع ربي نفعنا بزاف في الفلاحة. دوبلالنا ولا تريبلالنا لا ريكولت، ودعمنا الفلاحه بزاف ونقص علينا من لي فرين تاع لي زونغري. حنايا رانا نرافقوا فيه المستثمر، لان تنجم تقول بارابور لي تروا هاد ثلاث احواض اللي عنده بارابور ادوتر ولايه ولا وطنيا راه نموذج بالنسبه من اكبر الاحواض على مستوى الوطن، وان شاء الله احنا نتمنوا له كل خير ونرافقوا فيه. 30 طن من الاسماك كمنتوج اولي ينتظر مضاعفته بانشاء اقفاص عائمه اخرى، ليكون هذا المشروع نموذج ناجح وتجربة رائدة تستحق التشجيع. دمج الفلاحة بشعبة تربية المائيات تجربة واعدة بمنطقة حاسي الغلة بعين تيمشنت. استغلال مخلفات سمك تيلابيا في سقي الأشجار المثمرة سمح بمضاعفة الإنتاج والاستغناء كليا عن الاستعانة بمختلف أنواع المبيدات. درنا هذه التجربة على كل حال درناها، وعاودنا شلنا باللي عطات نتيجة، وزدنا احنا شرينا الحوت الروح، احنا شرينا لي زالفا ودرناهم وربيناهم، عمرنا الباسان عمرناه مليح وعطتنا نتيجه، وبالاخص في نقص نتاع الشريان نتاع لي زونغري تاع ربي تقريبا 70% ما تليناش نشرو لي زونغري نتاع التكشميته، وضعفت لنا المحاصيل على جوج خطرات ولا ثلاثه. بعد ما جربنا هذه التجربه تاع الحوت لقينا روحنا قلنا غاني بزاف الدراهم تاع لانغري ولا غانا نقصوا علينا، سي بور سا رانا ننزل نكبروا في المستثمرات تاعنا دو بوان دو فيكم مع الناس لي شارج بزاف. ازيد من 180 هكتار من مختلف انواع الفواكه قابله للتوسع تضمن تموين السوق المحلي وتشغل اكثر من 60 شابا من ابناء المنطقه. جينا عند المستثمر حسسناه ووجهناه باش يستغل هذا المسطحات المائيه في تربيه الاسماك. تعميم دمج السقي الفلاحي بتربيه المائيه تجربه اثبتت نجاعتها بعين تيمشنت وقابله للنجاح في مختلف ولايات الوطن.